الجثامين التي دفنت حديثا في هذه المنطقة. إلي من قبل العيد وأنا بتابع نفس القبر الجماعي هذا، وتو جيت فقد الجثث لقيت جثة والدتي وتعرفت عليها من علامات مميزة في قدميها. الجثامين أعدمت أيضا في الزاوية الأخرى وخلال عمليات النبش هنا أخرج. اليوم طلعنا أكبر عدد من الجثث 15 جثة لمصابين كانوا مرضى.